لكن دوري المصري لسه مستمر في الجولة 26 واستئناف المباريات اليوم بعد مباريات الأمس. النهاردة في مباراتين، مباراة الساعة 7 هتجمع البنك الأهلي مع إنبي، ومباراة الساعة 9 من مساء اليوم سيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي. ده استكمال لجولة المباريات في الأسبوع 26. بالأمس كان في مباراتين بالتأكيد، كانت المباراة الكبيرة اللي كل امبارح كان بيتابعها وكانت مفاجأة، فوز السموحة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. طيب مباريات اليورو 2020، وطبعا مباريات اليورو خلاص دخلت في المراحل الحاسمة خاصة بعد ختام الجولة الأولى. منذ لحظات انتهت مباراة فنلندا وروسيا بفوز روسيا بهدف مقابل لا شيء. روسيا قدرت بسرعة ترجع لترتيب المجموعة، بقى عندها 3 نقاط وما زالت فنلندا بثلاث نقاط بعد الخسارة في هذه المباراة. الساعة 6 بعد الحلقة مباشرة تركيا هتلعب مع ويلز، وهذه المباراة لازم أي فريق يفوز لأن ويلز عنده نقطة وتركيا ما عندهاش أي نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى. والساعة 9 مباراة إيطاليا وسويسرا، إيطاليا عندها 3 نقاط وسويسرا عندها نقطة واحدة، وأي نتيجة إيجابية بالتأكيد هتساعد أي من الفريقين للتأهل للدور الثاني. دي مباريات الجولة الثانية وانطلاق مباريات الجولة الثانية ليورو 2020 اللي بالتأكيد مقامة هذه البطولة في هذا العام 2021 وتأجيلها بسبب جائحة كورونا. أخرج